تحتل مدينة جرش المرتبة الثانية بعد مدينة البتراء، وتدل المدينة القديمة لجرش على وجود حياة بشرية غير منقطعة في تلك المنطقة، تعود إلى أكثر من 6500 عام، وبعد أن غزاها القائد الروماني بومبي عام 63 قبل الميلاد، خضعت للحكم الروماني وكانت إحدى المدن العشر المعروفة باسم حلف الديكابوليس. عاشت المدينة عصرها الذهبي في العهد الروماني، وكانت تعرف في ذلك الوقت باسم جراسة، حيث يعتبر الموقع في يومنا هذا واحد من أفضل المدن الرومانية المحفوظة في العالم. يمكن رؤية المدينة الحديثة لجرش شرق المدينة الأثرية، في حين تتقاسم المدينتان القديمة والحديثة سورا واحدا، إذ كان للعناية الجيدة والتخطيط الدقيق دور هام في تطوير المدينة بعيدا عن منطقة الآثار. بقيت المدينة مطمورة في الرمال لقرون عديدة قبل أن يتم التنقيب عنها وإعادة إحيائها خلال السنوات السبعين الماضية. تكشف جرش عن مثال رائع للتطور المدني عند الرومان في الشرق الأوسط، فهي تتألف من شوارع مرصوفة تحفها الأعمدة ومعابد مرتفعة على رؤوس التلال، ومسارح أنيقة وميادين وقصور وحمامات ونوافير وأسوار تفضي إلى أبراج وبوابات. وإلى جانب طابعها الخارجي اليوناني الروماني، تحافظ جرش أيضا على مزيج من الطابع الشرقي والغربي، حيث إن هندستها المعمارية وديانتها ولغتها تعكس العملية التي تم فيها اندماج وتعايش ثقافتين قويتين، وهما ثقافة العالم اليوناني الروماني في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الثقافة والتقاليد القديمة للشرق العربي.
تميزت جرش القديمة بهياكلها المستقلة المزينة بالرخام، وقد كانت هندستها متقدمة، حيث إن أجزاء كبيرة من المدينة لا زالت قائمة حتى يومنا هذا، واسترجعت أجزاء أخرى منها بصعوبة على أيدي فرق من علماء الآثار من جميع أنحاء العالم. إن أهم أماكن الجذب الرئيسة في جرش تتمثل في الآثار نفسها، حيث تدهش السائح بعظمتها وجمالها وتكامل المدينة، بحيث تعطي صورة كاملة على نمط المدينة الرومانية التقليدية. قوس هادريان. بني هذا القوس على شرف الإمبراطور هادريان عند زيارته لجرش عام 129 للميلاد، وقد كان الهدف من بناء قوس النصر العظيم هذا في جعله البوابة الجنوبية الرئيسية للمدينة، إلا أن خطة التوسع لم تكتمل في أي يوم من الأيام. ميدان سباق الخيول. يرجع بناء هذا الميدان إلى منتصف القرن الثاني وبداية القرن الثالث للميلاد، حيث يبلغ طول هذا الميدان الضخم 245 مترا وعرضه 52 مترا، ويتسع ل 15,000 متفرج لمشاهدة سباقات عربات الخيول والرياضات الأخرى. ويصعب تحديد تاريخ دقيق لبناء هذا الميدان، ولكنه يقدر بالفترة ما بين منتصف القرن الثاني وحتى القرن الثالث الميلادي. لميدان سباق الخيل في جرش 10 بوابات، خلافاً للبوابات الاعتيادية التي تبلغ عادة 12 بوابة. تم مؤخرا استخراج حجارتها وأعيد بناؤها، وأما منطقة الجلوس للمشاهدة فيبلغ عمقها 4 أمتار مع 16 صفا من المقاعد. المدرج الجنوبي. بني هذا المسرح في عهد الإمبراطور دوميتيان بين عامي 90 و92 للميلاد، ويتسع المسرح الجنوبي لما يزيد عن 5,000 متفرج. وقد تم ترميم المستوى الأول من المسرح الذي يتألف بشكل أساسي من طابقين، ولا يزال يستخدم حتى يومنا هذا، كما أن الخصائص السمعية للمسرح تساعد المتحدث عند مركز أرضية الأوركسترا للتحدث بصوت مسموع لجميع من في المسرح بأكمله بدون أن يرفع صوته.
ويمكن أيضا الوصول إلى صفوف المقاعد العلوية من خلال ممرين مؤديين إلى الأوركسترا، وكذلك خلال الممرات الأربعة في الجزء الخلفي من المسرح. كان المسرح الجنوبي مخصص لعرض الفعاليات الفنية والثقافية من مسرحيات وحفلات غنائية وأمسيات شعرية.